عن أي كان من الشباب الكويتي إذا كان عنده موهبة وقادر أنه يقدم إنجاز ويبدع في مجاله لازم يكون موجود عندنا في الكويت، لأن هذا سيستم إدارة البرنامج وأكيد رؤية الوزارة بالاهتمام بالشباب الكويتي. فعلا، والفن جزء لا يتجزأ من الكويت، وهذا هدف من أهداف الكويت، ودائما نشجع بنات وأبناء الكويت الفنانين. نستضيف اليوم الفنانة غيداء كرمي. هلا ومرحبا فيك حبيبتي. هلا حبيبتي، حياك الله يا غيداء. الله يحييك. علقتي على الصورة مالتك، ايش فيها؟ اي منقلي صورة يعني مع اني دزيت لهم صور ثانية بس ما ادري ايش اختاروا هالصورة. بس ابراهيم المولى، ليش اخترت هالصورة هذه حطيتها في البرومو؟ خصوصا انها فنانة ولها عين، يعني انتهى المشكلة بالصورة. الله يعطيك العافية ونشرف فيك في ريال الكويت. غيداء، أول شيء بدي أتكلم يعني بدايتك مع هذا الفن الجميل. أكيد كنتي بالبداية هاوية، شلون قلتي بتحول حق الاحتراف؟ أعطيني علاقتك مع الفن. أول شيء بلشت الفن يعني هي هواية طبعا، بلشتها من صغري، أحب أرسم، أحب يعني حتى بالمدرسة أنجذب حق حصة الرسم، يعني كنت أتمنى كل حصصي كانت رسم، يعني وايد أنجذب حق هالأشياء. بعد ما يعني طبعا من الابتدائي لين الثانوي أنا يعني الرسم كان عادي بالنسبة لي، مو ذاك زود، لأن تدري يعني دراسة وكذي فصعب شوي. بعد ما خلصت من الثانوي لا قلت أبي أركز، عندي عطلة ما تعرف يعني على ما يقبلوني وكذي، فهني ركزت شوي على الرسم أكثر اللي هو اللوحات وكذي. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. الآن الرسم تطور غيدة، وما شاء الله أنت طورتي نفسك بالرسم مع التطور، صار الآن هناك رسومات رقمية أو فن رقمي عن طريق تقنية جديدة اسمها الزوم، ممكن تكلمينا عنها؟ أي طريقة الزوم هو برنامج بالآيباد، يعني ماكو شيء نهائي حق الرسم، يعني كثر ما أنت تسوين زوم لو إن شاء الله 100 رسمة ما في شيء نهائي لين أنت تنهين الرسمة بيدك. فطبعاً تعلمته ب 2022 السنة اللي طافت، ما شاء الله. شفت رسام كوادوري، هو يعني كان منزلها باليوتيوب وكذي، وتدري أنا شوي نوعي يعني ما أحب أثبت على شيء معين، أحب كل سنة أطلع شيء جديد، ما أحب أثبت يعني مثل ما تشوفين اللوحات بس. ما شاء الله. والحين تدرين الآيباد والتقنية الجديدة، السوشيال ميديا، الأجهزة، فحسيت صار فيني خل أشتري آيباد نطلع شيء جديد، والناس تمل ترى، يعني أنت لما تمشين على شيء معين تبين شيء جديد، تبين شيء الناس تطالع يصير فيها كنا هذا شيء جديد علينا. فعشان شيء التقنية أشوفها شيء وايد مهمة حتى عندنا هني بالكويت، خصوصا الجيل الجديد، يعني صاير ملول الجيل الجديد. لكن إيه تقنيتك هذه نجحتي فيها، وصلتي فيها لمونديال قطر، عدل؟ إيه نعم. إيه ممكن تكلمينا أكثر عن تجربتك بهالموضوع؟ مونديال قطر كانت أكثر رسمة يعني بالزوم طولت معي صراحة، أتوقع إذا ما خاب ظني شيء 20 ساعة أو شيء 30 ساعة على أيام طبعا متفرقة وكذي، بس وايد يعني وايد تعبني للأمانة، يعني مثل ما تشوفين أنه خذيت حدث أكثر شيء صار بالمونديال، أكثر شيء انتشر، أكثر صور انتشرت، قوال لواعيب، حتى لو تلاحظين ترى آخر الزوم حطيت ان ميسي هو ياخذ الكاس قبل ما هو ياخذ الكاس، يعني حتى ما شاء الله تنبأت والله. ما شاء الله. اي حطيته قبل لا يخلص كاس العالم بيومين، فلما اخذ الكاس صار فيني وناسه، يعني بالصدفه صار انه هو اخذ الكاس. بس الحين سؤال التقنيه هذه، بس انت الوحيده بالكويت تستخدمينها ولا؟ للامانه انا ما شفت، بس بالوطن العربي في، يمكن في بالكويت انا ما ادري، يعني ما ابي اظلم احد، يمكن في. التقنيه هذه انا شايفها كذا مره بالسوشيال ميديا متابعها قاعد اشوف، بس حركه جميله وحلوه. ايه؟ حتى مالت قطر هذه انا شايفها. ايه؟ اول مره ادري انه حق واحده كويتيه، وعندنا الحين بليل الكويت، تصدقين ليلى؟ تبارك الرحمن، ما شاء الله. عندك العجيري بعد، اول واحد سويت له التقنيه صالح العجيري الله يرحمه، كان اول واحد، بعدين عبد الحسين عبد الرضا، يعني تقدر تقول انا قاعد اخذ شخصيات حيل مهمه هنا عندنا بالكويت. نعم نعم اكيد. اذا انت قاعد تسردين المسيره عن طريق الزوم. ايه؟ وتدشين في يعني هي رحله تاخذك، هي لوحه عباره عن رحله في لوحه، رسمه اي كذي، رساله وقصه وبنفس الوقت فن. ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين السؤال اليوم اللي بقوله لك غيده،
اعتقد الفن التشكيلي له مدارس. ايه؟ مدارس ذكريني بالاسماء. مدارس سرياليه فن سريالي او بعد شنو مدرسه تقليديه او شيء كذي. انت ما هي مدرسه كلاسيكيه؟ ما اركز على هالاشياء وايد يعني. انا تقدر تقول اوبن كل شيء، اي شيء موجود اي شيء يعني. حتى مره رسمت على منظره يعني صار فيني ما احب اتم على مدرسه معينه، ابي كل مره غير يعني. ما احب اثبت على شيء معين. اقرب لك بحكم خبرتك، انت مختصه في هذا الفن، وين تشوفين نفسك اكثر ملعبك؟ احس اللوحات اكثر شيء. اللوحات إيه؟ اللوحات بورتري يعني رسم الوجوه ولا الابستراكت اللي شذي. هو بوث الاثنين. زين نبي نتكلم عن اللوحه اللي معانا الان في الاستديو. رسمتي هذه اللوحه وانا عديتهم معاك يمكن قبل الهوى في 10 معالم حق دوله الكويت، تعدينهم لنا؟ سوق المباركيه. نعم. قصر السيف. صحيح. جابر الثقافي. صحيح. برج التحرير. برج الماي اتوقع اسمه. ابراج الماي. صحيح. ابراج الكويت. التجاريه. المسجد الكبير. واتوقع الرايه والحمره. وفي شيء قلت لك اياه اللي ما مخشوش جديد ويسوي إيه؟ يعطينا المخرج زوم اللي هي في ايد اللي شايله الكره. اي وين هذه؟ حق شفت المسجد الكبير يمه. يم المسجد الكبير في ايد شايله كره. ايه صح اشوفها. إيه؟ هذه وين صايره؟ هذا شنو؟ ما ادري انت افكر وين شايفها. انا وزين والله مو لازم اقوم ابراهيم بعد اذنك يعني. لحظه يم المسجد الكبير. بس إيه؟ سوري بعد اذنك ليله. تفضل. تقصدين هذه صح؟ إيه؟ صحيح. وين شايفها؟ هي ايد وماسكه تيله. مو شايفها والله ما ادري. انا شايفتها. هي عرفت. انا عرفت. هي موجوده بحديقه الشهيد. ايه صح. عرفتها؟ ايه صح. وتمثال بحديقه الشهيد يعني قلت ما اقدر اوضح حديقه فهذه معلم ما انت رمزيه لها. ايه والتيل طايحين بالشارع. ايه خربت. ليش فكرتي ترسمين هاللوحه او متى رسمتي؟ هذه رسمتها بالعيد الوطني. نعم. انا طبعا كل عيد وطني ارسم شيء يعني حق 26 27. صحيح. فصار فيني خلاص ما ابي ارسم ويوه وكذي، قلت خل ارسم شيء يعني يدمج كل معالم الكويت. نعم. من رسمتي من الشخصيات الوجيه؟ عندك يعني بالعيد الوطني قصدك؟ يعني بشكل عام. وايد عندك توا بكاس العالم رسمت الشيخ تميم آل ثاني وهو يكرم لاعب ميسي. نعم. وعندك من قبل رسمت الشيخ جابر الله يرحمه، الشيخ صباح. عندي حق الشيخ نواف، الشيخ مشعل كذا يعني. هذه اول لوحه، اول رسمه اسويها واحطها باليوتيوب. اتوقع اذا ما خاب ظني كان عمري 15 او 16. ما شاء الله تبارك إيه الرحمن لا اله الا الله. كنت اصلا انصدمت يوم حاطينها ترى، انا حتى ما ادري شنو الاكونت اللي كنت حاطه فيها الرسمه فاستغربت. ما شاء الله. اذا رساله حابه توجهينها في الختام حق زملائك وزميلاتك الفنانين تفضلي غيداء. طبعا اول نصيحه اقدمها ان اخذوا وقتكم، لا يصير فيكم انه مثلا خلاص انا مليت من موهبتي ما حد يشجع ما حد. لا، انت تقدر تشوف طريقك بروحك. صح انا ما اقول انه ما في هني بالكويت يعني الناس تشجع شيء يعني شوي مو ذاك الزود، يمكن في انا ما ادري يعني، بس ان حاولوا يعني ما تسمعون حكي الناس. يعني في ناس يقولون خلاص الرسم مو مرغوب بالكويت. لا الرسم ما حد، لا الرسم مهم ترى حتى بالدوائر الحكوميه، وانا قلتها من قبل الرسم يعطي روح حق المكان. انت بتروحين الدومين الطوفه كلها بيضه ساده ما فيها لوحه واحده، حتى لو يحطون على الاقل صور قديمه حق مثلا اي وزاره من الوزارات ما في. انا كم مره دشيت دوائر حكوميه ما اشوف يعني والله لو رسمه واحده تنحط. انت تروح الدوام يصير فيك هذا اليوم قاعد اشوف الرسمه يصير فيك الوان اشياء جديده يعني. حتى لما تروحين تراجعين على بالنا زحمه وتنطرين تجين طالعين اللوحه على الاقل يعني في شيء لهيك عرفتي؟ نعم. ايه اذا هالرسمه تعطينا اياها ان شاء الله حق وزاره الاعلام نحطها نعلقها بالمدخل. يعطيك العافيه غيداء كرم. شكرا جزيلا لوجودك معنا. ما قصرتي. على الوعد. ها؟ على الوعد؟ ان شاء الله. يلا. اكيد وصلنا للختام ليلى. وصلنا للختام، نشوفكم على خير في امان الله. نترككم مع هذا اللقاء الخاص مع الزميل عبد الله الطراح، الى اللقاء.